أول سؤال معانا، هل بينضم محمد محمود إلى قائمة المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا؟ فقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب بضم محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي إلى قائمة 30 لاعب، على أن يتم اختيار 21 لاعب من بينهم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2019 اللي هتكون في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وكمان من المقرر أن يختار شوقي غريب 21 لاعب في القائمة النهائية اللي هتكون بتشارك في البطولة، وإرسال القائمة النهائية هيكون يوم 29 أكتوبر الجاري، تم تأجيله 24 ساعة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 18 لاعب وثلاث حراس هيكونوا ضمن قائمة منتخبنا الوطني الأولمبي. كل التوفيق أكيد في اختيارات الكابتن شوقي غريب.